لمناقشة موضوعات السرقة الأدبية وحقوق الملكية الفكرية، نسعد بأن يلتحق بنا الشاعر والناقد الأدبي الدكتور أديود آدب. أهلا بك معنا. بداية أستاذ، الحالة التي تكلمنا عنها، رواية مكات القاهرة، الأكيد أنها ليست الأولى ولن تكون طبعا الأخيرة. ما تعليقك على هذه الاتهامات بالسرقة الفكرية أو الأدبية؟ بالنسبة لما يسمى بالتناص، وهو مسمى ألطف من السرقات، يمكن أن يحدث بشكل واع ويمكن أن يحدث بشكل توارد خواطر، والعامل الأساسي المحدد لهذا أو ذاك هو الأسبقية الزمنية. فمن خلال الأسبقية الزمنية التي أشار إليها الكاتب بأن روايته كانت موجودة قبل صدور الروايات الأخرى، أو أنها كتبت قبلها، أو أنها وضعت للنشر قبلها، هذا عامل أساسي يسمح ببراءة المتهم من السرقة، وجل ما سيكون هناك هو توارد خواطر. إذا لم تكن النصوص المتهم بالاقتباس منها كانت موجودة قبل نشره لروايته. على كل حال، السرقة أو التناص بالنسبة للأدب يختلف منه في الشعر عنه في الرواية وفي القصة وفي غيرها من الأجناس السردية، لأنه في الرواية وفي الأجناس السردية كلها سيكون اقتباسا لوقائع، لسرديات، لشخوص أحيانا، لأفكار، بينما في القصيدة هي اقتباسات روحية أو اقتباسات انفعالية أو اقتباسات ذي الصور، وهذه تخفى أكثر مما تتجلى في مجال السرديات عموما. دكتور أدي، طبعا في هذه الحلقة نحن نتحدث عن الملكية الفكرية، طبعا تحت تفرعات عديدة، نتحدث عن السرقة الأدبية كما أسلف الدكتور طارق معنا هنا في الاستوديو، وأنت أيضا قلتنا نعم الحديث عن التناص الأدبي. حتى نبسط الفكرة للمشاهد الكريم، يعني الفرق، هناك فرق بين سرقة أدبية وتناص أدبي. نتحدث عن أديبين، شاعرين، مفكرين في بيئتين مختلفتين، هناك تشابه في النصوص. هل لك أن تبسط الفكرة لو تكرمت؟ بالنسبة للتناص، قد يحدث مثلا عندما تشترك العمل، عندما يشترك العملان مثلا في موضوعهما، عندما يحدث الاشتراك بينهما في الأفكار وفي زاوية النظر إلى الأشياء. وبالنسبة للشعر قد يكون الأمر غير ذلك، أن يأخذ الشاعر مثلا شطرا من بيت شاعر آخر فيدخله في عمله الفني كما لو كان تلوينا أو زركشة على صلب العمل الإبداعي نفسه. وهنا سوف نجد بعض الشعراء حتى القدماء كانوا يأخذون 50% من شاعر آخر، كأن يأخذ الواحد منهم شطر بيت لنفسه ويلحقه بعجز بيت لشاعر آخر. ولكن السلطة القياس تحول النص من مرجعيته للشاعر القديم إلى مرجعيته للشاعر الحديث. أعطي على ذلك مثالا، شاعر يقول مثلا مقتبسا من كعب بن زهير في قصيدته بان السعاد، يقول: إن كان متبول قلب يوم أورثكم، يوم أنشدكم بان السعاد، فقلب اليوم متبول. هنا لا يمكن أن نقول إنه سرق أو أنه اصطرف أو أنه سطع، وإنما أخذ تركيبا وزرعه في مستنبت إبداعي خاص بنفسه، حيث تحولت الجملة من سياقها الإخباري الذي كان يتحدث عنه كعب إلى سياق أصبحت فيه جوابا لشرط: إن كان أنشدكم بانت إن كان كعب قد أنشدكم بان السعاد فقلب اليوم إن كان متبول قلب يوم أنشدكم بان السعاد فقلب اليوم متبول. يعني هناك نفس الشيء تفاصيل صغيرة يجب هناك تفاصيل صغيرة يجب الوقوف عندها لتوضيح الفكرة أكثر. يقول الأديب والناقد وسين الأعرش في مقال له بعنوان إرهاب السرقات الأدبية، يقول: يعرف جميع من مارس نقدا ثقافيا عاما أو أكاديميا أنه من أشد الحقول التنصية تعقيدا.
يعني إذا الموضوع معقد وهناك ربما نوع من الإرهاب الفكري الذي يمارسه النقاد على الكتاب كما يقول البعض طبعا. هو فيها صعوبة جدا بالنسبة للناقد وبالنسبة للمبدع نفسه، فالمبدع لا يمكن أن يبدع بشكل فردي مستقل عما قبله، فهو يبني نصوصه من خلال ذاكرته الإبداعية التي تختزن كثيرا من النصوص وتختزن كثيرا من الأفكار وتختزن كثيرا من الصور. فإذا استطاع أن يصهر كل تلك الأشياء في مصنعه الخاص ويحولها إلى مادة عضوية جديدة يبني منها عالمه وفنه، فهذا شيء لا مناص منه لأي مبدع. وإذا ارتهن للمادة فأخذته ولم يأخذها، تصرفت فيه ولم يتصرف فيها، فذلك هو الذي يسمى سرقة، والذي يمكن أن يؤخذ صاحبه متلبسا بأخذ أفكار الآخرين لأنه لم يستطع التغيير في عينها. طبعا سنفصل في هذه الجوانب القانونية المرتبطة بهذا مع ضيفنا في الاستوديو. بصفتك ناقد أستاذ أدي، دكتور أدي، نعم. ظاهرة السرقات الأدبية ظاهرة تستلزم الدراسة والبحث والتفصيل فيها، برأيك انتشارها بسبب غياب النقد أو قلة النقد أم تراجع مستوى الفكري في المقابل؟ هي أصبحت أسهل. تفضل. هي أصبحت الآن أسهل وأكثر انتشار في هذه الفترة لسيرورة النصوص وشيوعها عبر وسائل التواصل الاجتماعي الكثيرة، فقد كان يصعب عليك أن تصل إلى النص المقتبس منه لأنه سوف يكون منشورا ورقيا في مكان ما وفي زمان ما قد لا يتاح لك الاطلاع عليه في نفس الوقت الذي يصدر فيه. أما الآن فيمكن أن تطلع عليه حتى قبل أن يصدر، إذا كان مثلا ينشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي على قبسات أو على تدوينات أو على مقالات، فأنت من خلال هذا يمكن أن تطلع عليه حتى قبل أن يكتمل. وبالتالي هذه الشيوعة، هذه الميوعة، هذا الانتشار في الأفكار عبر وسائل التواصل الاجتماعي اليوم تجعل النصوص المقتبسة منها غير محمية حماية كاملة، وإذا لم يكن الآخذ منها ذكيا وقادرا على إخفاء آثار اقتباسه على الأقل حتى لا أقول سرقته، فسيكون جرمه بالمشهود واضحا للعيان، ويسهل إدراكه أيضا واكتشافه من طرف الجميع لأن وسائل النشر الآن مكشوفة ومفتوحة. صحيح، يعني كل شيء صار على المكشوف ربما كلها. الآن أستاذ في الأخير، ما هو نعم. تأثير السرقة والاقتباسات على الإبداع في عالمنا العربي وخاصة في مجال الرواية والشعر؟ أولا هذه إثارات قضايا السرقة وقضايا هذه الإشكال ووضعها أمام القانون مهم جدا ليقترب المبدع من حقيقة الإبداع، فحقيقة الإبداع هي أن تبدأ من حيث انتهى الآخرون، لا أن تقلد ولا أن تقتبس ما كتبه الآخرون ولا أن تستنسخهم ولا أن تستعيد ما كتبوا. إذن إثارة هذه الأشياء سوف تجعل كل مبدع يفكر قبل أن يقتبس من آخر ألف فكرة لأنه سيعرف أن القضية سوف تكتشف. لذلك أنصحه بأن يقرأ كل شيء وأن ينسى كل شيء وأن يحاول أن يكتب من أفق التجاوز، لا من أفق التقليد، لا من أفق التكرار، لا من أفق الاشترار، هنا يكمن الإبداع. وأعتقد أن إثارة هذه الفضائح أو إثارتها بالمستوى الفضائحي مهم جدا بالنسبة للإبداع لأنه سوف يربط المبدع بفكرة الإبداع أكثر مما يربطه بفكرة الاتباع. وتبقى طبعا حلقة الوصلة والحلقة المهمة في هذه السيرورة طبعا هو النقد، وأنت واحد من النقاد في هذا المجال، الشاعر والناقد أدي ولد أدبة، شكرا جزيلا لك، كنت معنا مباشرة من أدبة.